السلام عليكم، معكم سائق مهني اسم زكريا الزين، كود ديال لاسينيساس 163 723. عندي مشكل مع الناس ديال لاسينيساس، كنخلص انايا من 2022 شهر 11 نهار 30 قطعوا عليا لاسينيساس. انا كان عندي كان عندي كراج، كان عندي فيها باتونت، وزدت في 2015 درت عقد نموذجي ديال الطاكسي وزادتني باتونت اخرى. ملي درت تشطيب في 2022 شهر 11 نهار 30 على داك الكراج، اوتوماتيكمون طلع الناس ديال لاسينيساس شطبوا عليا. ملي شطبوا عليا من جوج جوايع، بالنسبه للكراج ولا بالنسبه للسائق المهني ديال هذا ديال الطاكسي. ملي داكشي انا كنخلص الواجبات، كنخلص السنوي وكنخلص الربع سنوي، المهم على حساب مره كنخلص السنه كامله مره كنخلص غير الربع سنوي. المهم دابا من 2022 شهر 11 نهار 30 ليومنا هذا كنخلص وما كنستافد شيء. المشكل بقى دابا في لاسينيساس، المسائل الضريبيه وداكشي كلشي قاديتو، فيما كنمشي تيقول لك راه عندك مشكل في الدار الضريبه، راه النمره ديال لاكارت ما طالعاش، راه المهم كنمشي كنصلح داك الشيء، كيديروا ميزاجور، كنتسنى يومين تنخرج ورقه من السيبر نعاود نصيفط عاوتاني لاسينيساس، عاوتاني تتقول لك صبر شويه. المهم المده دابا هي ديال 19 شهر. البارح مشيت خلصت عاوتاني داك الربع سنوي، مشيت لاسينيساس باش غادي نشوف شنو داير، واش تحل لي هذا الحق ديالي في الاستفاده ولا لا. كنت فاجئ تتقول لي راه مازال ما محلش. المهم هما كياخذوا الفلوس، الواجبات كدوز لهم كل شهر، كدوز لهم دار الضريبه، وانا كاع ما كنستافد. مشكل انا عندي بنت مريضه، انا مريض بالقلب، مره عندها السكر، المهم ما كنستافد شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتواصل معاهم، انا هي البارح انا كنت عندهم، ملي كنمشي اي حاجه تزقوك السيستم. مشكل هما داروا اتفاقيه مع الناس ديال دار الضريبه مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولينا حنا كنخدموا بحال الشواش، فيما مشي كتخرج لي تدخل للسيستم تتقول لي اشنو خصك تمشي تصلح هذه، سير عندهم يصاوبوا لك. كنمشي كنجري دار الضريبه كنصاوب ديك المسائل كنصلحها، كنعاود نهز الورقه، كنتسنى يومين كيديروا لي ميزاجور، تمشي السيبر تناخذ الورقه من السيبر تنعاود ندي لا سي ان اس اس، عاوتاني تتقول صبر شويه. ملي كنمشي عاوتاني تتقول راه عندك هاد المشكلات. اخر حاجه قالت لي راه النمره ديال لاكارت راه ما طالعاش، عندك المشكل ديال لاكارت، النمره لاكارت ما طالعاش، ما يمكنناش نشوفوك مشكل. مشيت صاوبت ميزاجور، صلحت داك الخطا، جبت ليها الورقه ديال هذاك الاصلاح ديال النمره ديال لاكارت بانها راه خارجه. ملي مشيت قالت لي اخويا ما عندي ما ندير لك، داك الشيء اللي عندي في السيستيم هو هذاك. طلع الرباط عند السيد راه هو يشوف لك المشكل. انا ما شغليش في داك الشيء، المشكل انا الواجبات انا تنخلصها، كتوصلكم الواجبات خصني حتى انا نستافد. استفاده انا كاع ما كنستافد، كنخلص وما كنستافد شيء. ماشي معقول. المطالب ديالي قادوا لي المسائل، سبب لي الوضعيه ديالي، انا حيت كنخلص الواجبات ماشي ما كنخلص، كون ما كنتش كنخلص راه هضره اخرى، انا كنخلص وما كنستافدش. سائق مهني مستغل وسائق مهني. طاكسي كبيره. هذا هو المشكل. وعندي انا مريض، انا عندي مريض مرض ديال القلب، والزوجه ديالي عندها مرض السكر مرض مزمن، والبنت عندها واحد لوبيراسيون على المصرانه الزايده، مازال ما كتبش باش غادي نديرها، وهي مسكينه ديما كتالم ديما، بابا هادي كان هي كنصبرهم، انا بحال كنكذب عليهم، ها كنصبرهم بحال تنوهمهم، لا هادي لا هادي لا لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا الشيء هذا راه ما خصوش، خصهم يقادوا لنا الوضعيه ديالنا، والناس اللي هي مسؤوله خصها تنوض تشوف هذا القطاع هذا، الناس خصهم يحطوا بعدا الناس سنقوك اللي يستاهل هذاك المنصب هو اللي خصو ياخذ، خصهم يخدموا. دابا هما في ذاك المنصب، حنا غادي نبدا نخدموا خدمه ديال الشواش، ما يمكنش. ادارات دايرين اتفاقيه بعضياتهم، عندهم بيسي عندهم مسائل ديالهم، صيفطوا داك الشيء بار ميل، جابوا بعضياتهم قضوا الناس المسائل ديالهم، ماشي حنا. من 2022 شهر 11 نهار 30 هو مقطوع عليا اليومين هذا، ملي ديت لهم ورقه ديال التشطيب، شطبت على باتونت وحده، شطبوا عليا هما من جوج ديال لي باتونت، عندي معرف ضريبي واحد وعندي جوج ديال لي باتونت، انا ديت لهم التشطيب ديال باتونت وحده، تعريف ضريبي واحد وباتونت، شطبوا عليا من داك الباتونت، شطبوا عليا من جوج ديال لي باتونت. اسم ايت الحاج عبد الرحيم، سائق مهني، تنشتغل حاليا في سائق طاكسي، سائق اجره. هذا المشكل اللي عندي هو ديال الضمان الاجتماعي مع وزاره النقل. هاد الناس تيطالبونا باش نخلصوا جوج على جوج
جوج بطاقات مهنيين. انا عندي بطاقه مهنيه ديال البوالور وبطاقه ديال المهنيه ديال الطاكسي. انا سنخلص ملي داروا لنا الاعفاء سنخلص من شهر 11 2023، ومن بعد تنتفاجئ تيقولوا لي بانك تخلص على البطاقه الثانيه اللي هي ديال البوالور اللي انا حابس منها من 2014، وانا ما كنشتغلش في البوالور، تنشتغل حاليا في سائق طاكسي. وملي مشيت لا سي ان اس اس قالوا لي كطلع في السيستم عندنا بانك خصك تخلص جوج بطاقات. صيفطوني وزاره الجهاز قالوا لي امشي باش طبعوا عليك. ملي مشيت عندهم قالوا لي بان المدير ديال وزاره الجهاز ديال سيرفيس ديميل قال لي بانه ما يمكنش يطبعوا عليك، حنا يمكن لك تخلص على صنف واحد، حنا راه تفاهمنا معاهم باش تخلص على صنف واحد. ملي مشيت لعندو ردني عاوتاني مشيت لا سي ان اس اس قال لي عاوتاني لا ما يمكنش، حنا عطينا شي وثيقه بانك تخلص على 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 صنف واحد. وبقى هذا المشكل، ما عرفتش انا شنو غندير دابا حاليا. وتقريبا دابا راه من انا ما كنستافدش دابا حاليا من التغطيه الصحيه، تنخلص وما تنستافدش. نقول من شهر 3 شهر 2 ولا شهر 3 باش داروا لنا الاعفاء، وانا كنخلص وما كنستافدش. السلام عليكم، الاسم الحاتمي مراد، سائق مهني في عماله سلاق. المشكل ديالي هو انني انا بغيت نمشي نخلص لا سي ان اس اس، ولكن مشيت لا سي ان اس اس لقيت السيستم ما كاينش. قالوا لي راه خصك تعاود البطاقه حيت سالت الصلاحيه ديالها. ملي انا مدوز مشينا عند السيد اللي كندوز علينا الامتحان، بقى الدبلوم عنده، وقع عليه مشاكل، راه هو تقبط في الحبس، وحنا غير مسؤولين، حنا ماشي سوقنا في داك الشيء اللي تقبط هو، خصنا المسائل حنا ملي نمشيو نخلصوا نلقاو كل شيء هو هذاك. ملي مشيت نخلص كيقول تقول لي ما كاينش انت في السيستم، خصك تمشي تعاود البطاقه المهنيه، وانا مدوز امتحان ومدوز كل شيء، ولكن الدبلوم ما خديتوش، هذا هو المشكل. وانا دابا مثلا عندي باغي ندير عمليه على الفتق، ولكن ما خصني نخلص من جيبي، اذا ما غنستافدش من لامو. انا دابا باقي حاصل، ما عرفنا شنو الحل في هادشي. المطالب يشوفوا لنا شي حل في هادشي، لان انا مثلا باغي نخلص، انا مشيت باغي نخلص، مستعد نخلص، ولكن ما لقيتش. راه كتقول لي ما شي ثلاثه المرات كتقول لي ما كاينش في السيستم، ما كاينش. سير عاود ملي مشيت نعاود البطاقه قلت لها ما يمكنش نعاودها وانا مدوز والدبلوم ما خديتوش. انا ماشي مسؤول عليهم، المسؤوليه الدوله خصها تشوف شنو هذا الحل ديال هذا المشكل ديالنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.